رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب منشاكم وروئتم من الجنة منزلا. ونسأل الله العلي القدير في هذه الليلة المباركة أن يجعلنا ممن أعتق رقابهم من النار ورقاب والديهم وذرياتهم وأهليهم والمسلمين أجمعين، إنه سميع مجيب الدعاء. لازلنا نواصل تدبرنا في أولئك المقربون، ونحن حين نتدبر في مختلف الآيات التي تكلمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن فئة المقربين، إنما نحن نريد أن نتعرف على أولئك المقربين في محاولة وفي رهبة وفي دعوة لله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. وكلنا يعلم أن مجرد التعرف على الشيء ليس كفيلا بأن يكون الإنسان من هؤلاء بمجرد المعرفة. هذا الكتاب وهذا الدين وهذا الإيمان الله سبحانه وتعالى جعل كل ما فيه منوطا بالعمل. وقبل العمل، وهو ما سنقف عليه طويلا اليوم في رحلتنا في تدبر أولئك المقربون، الصدق، الصدق في النية، الصدق في القول، الصدق في العمل، الصدق قبل أن أعمل، والصدق وأنا أعمل، والصدق بعد العمل. أي مرحلة من هذه المراحل إذا فارقها الصدق لأي سبب من الأسباب ممكن أن تتسبب في إحباط العمل. ولذلك من أعظم صفات المقربين أنهم صادقين، صادقين مع أنفسهم، صادقين فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، صادقين في أعمالهم. الصدق هو الذي يعظم الأعمال. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه يقول كلام جميل، يقول: من كان مخلصا لله في كل ما يعمل كان من أولياء الله المتقين. إذن هو الصدق مفتاح العمل. ونحن ذكرنا في لقاءاتنا السابقة ونحن نتدبر في سورة سبأ، وقلنا لماذا سورة سبأ؟ قدمت نماذج. سورة الواقع على سبيل المثال التي جاء فيها النص على جزاء المقربين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، نصت على الجزاء، جزاء المقربين. ولكن ونحن في هذه الرحلة في هذا الشهر العظيم إنما نريد أن نتلمس محطات في طريق المقربين، كيف أصبح من المقربين. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نقف على نماذج، ومن أعظم النماذج ما جاء في سورة سبأ. وسورة سبأ، السورة المكية، قدمت شكلين متضادين، قدمت نموذج لأناس من المقربين. ونحن وقفنا في المرة الماضية وقلنا أن داود وسليمان عليهما السلام تقربوا إلى الله، صحيح من الأنبياء فهم من المقربين ونبوة الصفة، ولكن القرآن وقف بنا عند أعمالهم أعظم ما جعله من المقربين. فأنا حين أتلمس الطريق وأقف عند تلك المحطات وأحاول أن أتتبع الأعمال، إنما أنا بهداهم أقتدي وأسرع على دربي علني أصل. أسأل الله أن يجعلنا منهم بفضله ورحمته. في المقابل في نفس السورة جاءت السورة تعرض نموذجين من البشر،
امتلكوا كثيرا من الأشياء التي كان يمتلكها داود وسليمان عليهما السلام، ولكنه كل ما امتلكوا ما زادهم قربا إلى الله عز وجل، بالعكس بعدا منه سبحانه. وسنقف عليه في هذا اللقاء. وسورة سبأ أعطتني بصريح العبارة نماذج الأشياء التي يمكن أن يمتلكها الإنسان فتحقق قربا من الله أو بعدا والعياذ بالله من سبحانه. إذن هو ليس ما أملك، هو كيف أتعامل مع ما أملك ومع ما مكنني الله سبحانه وتعالى. النموذج السابق نموذج المقربين لداود وسليمان عليهما السلام، الذين أو اللذان عرفا كيف يستعملان النعم. رب عز وجل أنعم عليهم، وما من عبد منا على وجه هذه الأرض إلا ونعم الله سبحانه وتعالى عليه من رأسه إلى أخمص قدميه، في كل حركة، في كل سكنة، في كل نفس من أنفاس حياتي. ولذلك لا مبرر ولا عذر ولا مسوغ أن أقول أني ما أوتيت مثل ما أوتي داود أو سليمان، لأن ربي عز وجل لن يحاسبني على ما لم يؤتني، سيحاسبني على ما يؤتيني، ما أعطاني، ما هو بين يدي، ما مكنني فيه. نموذج داود وسليمان عليهما السلام حول كل النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بهما عليهما عمل طاعة. اعملوا آل داود شكرا. إذن في الآيات السابقة مفتاح التقرب إلى الله عز وجل أن أعمل بكل ما أعطاني سبحانه وتعالى، وأنا أعمل وأزاول العمل. لا تفارقني عبادة الشكر والحمد لله. قلنا من البداية أن السورة بدأت بالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذن هو الحمد، الحمد الذي لا ينقطع، الحمد الذي لا يكون محصورا فقط في كلمة أقولها بشفتين، الحمد الذي يتحول إلى عبادة حقيقية، عبادة يقوم بها القلب قياما وقعودا، عبادة تنعكس حتى على الجوارح فتنكسر النفس بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهي تستشعر بأن كل ما بي من نعمة فهو من الله. وذكرنا فيما ذكرنا أن من الإشكاليات التي قد تواجه الإنسان في حياته كيف يبقى حامدا حين تتقلب الأحوال وتتغير الأوضاع. البشر لا يسير على وتيرة واحدة، السراء قد يعقبها ضراء، والغنى قد يعقبه فقر، والصحة قد يعقبها مرض. فالمطلوب من المؤمن وتتقلب الأحوال في حياته، وهذه طبيعة الحياة الدنيا وهي محض ابتلاء، أن تبقى عبادة الحمد ملازمة له، لا تفارقه. اغتنى أو افتقر، صحيح البدن أو مريض الجسم، قويا أو ضعيفا، يمر بمرحلة فيها صعوبة أو بمرحلة ميسرة، فتحت أمامه الأبواب أو غلقت، الحمد لا يفارقه. ورب عز وجل قال اعملوا آل داود شكرا، والخطاب لكل المؤمنين، ليس فقط أن تحمد باللسان أو بالقلب، تنعكس على الجوارح فيصبح العمل الذي أقوم به من عمل صالح. اعملوا آل داود شكرا. إذا أنا وأنا أعمل ما أعمل أنطلق من الإحساس بالحمد والشكر لله عز وجل، وكل ما سخره لي من إمكانيات لابد أن أوظفها وأستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى طاعة وعبادة، لأي شيء بالعمل الصالح بكل أشكاله وصوره، لا تنحصر في إنفاق. ولذلك السورة حوت على نماذج داود عليه السلام وسليمان عليه السلام، ما كان فقط ينقطعان للعبادة
أو للسجود أو للخضوع على عظمة هذه العبادة، جعل الكون محرابا يقيمان فيه الصلاة والسجود عملا تواضعا إصلاحا نهيا عن الفساد تغييرا للأحسن تربية إنفاقا في سبيل الله بكل أشكال الإنفاق المختلفة. إذن هو العمل. بعد ذلك انتقلت السورة العظيمة لتحذرني من نفس النعمة حين تتحول إلى مجال للبعد عن الله عز وجل. النعمة إما لك وإما عليك، كل النعم. هل ترون الوقت الذي نحن فيه؟ اليوم بدأ الشهر ينتصف، بالأمس جاء الوقت. نعمة إما لك وإما عليك، إما شاهد لك وإما عليك، إما حجة لك وإما حجة عليك. كيف يكون لي حين يتحول إلى طاقة من العمل الصالح الإيجابي في واقع الحياة، حين لا تسكن النفس أبدا حتى وهي تنام يكتب لها عبادة مقربين مقربون، من هم مقربون ولماذا استحقوا قرب الله عز وجل؟ جزيناهم بما كانوا يعملون. لا بد أن يكون هناك عمل صحيح، هو تفضل من الله سبحانه أكيد، ولكن أنا أتعرض لقربه بما يقربني إليه، الطاعة، العمل الصالح. فتحولت حتى الأنفاس إلى عبادة وطاعة، والإنسان ينام يرقد وتكتب له الحسنات وتمحى عنه الخطيئات. بأي شيء؟ عمل صالح دؤوب طوال النهار، عمل خير قام به فترفع له الأكف وهو نائم، وإذا بشخص ساعد عاون فعل شيء فتح باب، أشياء بسيطة أحيانا متواضعة في حجمها ولكنها لا تدري ماذا تفعل في ذلك الإنسان، تقربه إلى الله خطوات تقطع به الطريق، أكف الضراعة ترفع إلى الله وهو نائم، تدعو له بالخير، تدعو له بظهر الغيب. إذا النعمة بما فيها الوقت الذي هو من أعظم النعم، إما لي حين يكون في العمل الصالح والصدق مع الله وإما عليه. السورة العظيمة سورة سبأ انتقلت بعد النموذج المقربين من داود عليه السلام وسليمان عليه السلام إلى نموذج جديد، نموذج أولئك المبعدين عن الله سبحانه وتعالى. ومن هم أولئك المبعدون عن الله عز وجل؟ رب سبحانه وتعالى أعطاني نموذج من قوم سبأ. وقوم سبأ كما تروي القصة في سورة سبأ وفي غيرها كذلك من سور القرآن أغنياء. رب عز وجل فتح عليهم أبواب الرخاء، رخاء اقتصادي، رخاء أمني، رخاء مجتمعي، كل أشكال الرخاء والرفاهية التي ممكن أن ينعم بها مجتمع. شيء أقرب ما يكون إلى مجتمعاتنا المعاصرة في بعض بلداننا العربية والإسلامية، رخاء رفاهية. قال سبحانه: وتدبروا معي في القرآن حين يأخذ بتلابيب القلوب ليحرك فيها دواعي القرب لله سبحانه وتعالى. الآيات ليست مجرد كلمات. وأنا حين أمر على قصة سبأ، أنا لا أقرأها عن أقوام كانوا في غابر الأزمان وانتهت القصة معهم، أنا أعيش. القرآن يجعل قارئ القرآن متلقي القرآن يعيش الحدث، يعيش الآية، يعيش الواقع ذاته. قال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية علامة. والقرآن حين يأتي بلفظة الآية إنما هي آية واقعية، حدث لا يمكن أن تقرأ ويستفاد من تلك الآية والعلامة في واقع الحياة وواقع التاريخ إلا حين يقرأ هذا الكتاب معها. كل الآيات والوقائع في التاريخ وفي الحاضر وفي المستقبل لا تتحول إلى آية وعلامة
تقربني لله سبحانه وتعالى إلا إذا قرأت معها هذا القرآن، أمسكت القرآن. وهذا معنى الاستنساخ بما أوحي إلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بهذا الكتاب. قال آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم. إذن رفاهية مجتمع. القرآن العظيم حين يذكر لي الجنان يحدثني هنا عن ما يعرف اليوم بالأمن الغذائي، رخاء، جنتان عن يمين وشمال. فحصاد الجنان هذه كانت في سبأ، سبأ مجتمع رفاهي رخاء. أول آية فيها أن الله وجه الخطاب كل رفاهية، كل رزق، كل نعيم أنت فيه فرد أو مجتمع عليك أن تدرك أول حقيقة فيه ما هي؟ كلوا من رزق ربكم، تدبروا في الكلمة القرآن العظيم. عليك أول حقيقة أن تعيها ولا تغب عن بالك أبدا، أنك ما رزقت ما رزقت إليه استحقاقا، أنت رزقت. هذه الرفاهية، هذا النعيم، هذا الرخاء، هذا الأمن الذي أنت فيه، تطلب فتطاع، تشتهي فتجد ما تشتهي. هذا ليس من تلقاء نفسك، هذا ليس لأنك أنت تستحق، هذا ليس لأنك أنت بذلت جهد أبدا. انتبه، هذه الحقيقة الإيمانية الأولى التي ينبه عليها القرآن. عليك أن تعرف أن هذا من رزق ربكم. إذا ما وعى القلب هذه الحقيقة وتفطن العقل إليها لا يمكن أن يصبح من المقربين، ولا يمكن أن تصبح النعمة نعمة في حقه، ممكن تتحول إلى نقمة. بعض المجتمعات خاصة في زماننا يقول لك أنا عندي تخطيط استراتيجي، أنا عندي موارد. من أين جاءتك؟ ورثتها عن أمك وأبيك؟ ألم تخرج إلى الدنيا لا تملك شيئا؟ أليس هو الذي أعطى؟ أليس هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون؟ أليس هو الذي أعطاك السمع والبصر والفؤاد وكل شيء؟ أليس هو؟ هذه الأرض التي تمشي عليها من ذلل لك؟ ارجع الحقائق إلى ذاتها، لا تختار. ومن أعظم النقم التي أصابت العقل البشري الإنسان اليوم ذلك الغرور والتيه الذي هو فيه، ظن أن لن نقدر عليه، ظن أن هذه النعم دائمة أبدية باقية له هو أخذها من تلقاء نفسه، من مجتمعه، من قدراته، من ثرواته، من صناعته، من كائن له. كلوا من رزق. حين تأكل من رزق الله وتستشعر أن الرزق بيد الله، ماذا سيحدث؟ لا يمكن إلا أن تشكر. ولكنك إذا ما أدركت أن هذا رزق من الله عز وجل لن تعرف كيف تشكر. حقيقة. إذن أعظم نقطة أنك كلوا من رزق ربكم. وتدبروا في اختيار الكلمة، قال ربكم، لما رب؟ أن تتذكر أنه رب. رزقك لأنه رب. أعطاك لأنه رب، ليس لأنك أنت تستحق. معنى عظيم. في المقابل قال اشكروا له. أول ما يتوجه الإنسان بالشكر لمن؟ الخالق سبحانه. والشكر هنا ليس مجرد كلمة تقال، لا، أعظم عبادة تقربك إلى خالق. كل ما رزقك، وليتنا وذكرنا في المرة السابقة، ليتنا نحاول أن نحصر جزءاً مما رزقني الله عز وجل من مواهب، من عطايا، من نفحات، من قدرات، من أي شيء، وأعمل فيها شكراً. كلمة، مال، أي شيء أعطاني واشكروا له. قال بلدة طيبة ورب غفور. وتدبروا في هذين النعمتين،
البلدة طيبة بكل ما فيك. القرآن حين يستخدم كلمة طيبة، طيب الهواء، طيب المناخ والطقس، طيب الجو، وهذا حقيقة. سبع في اليوم جوها لطيف، طبيعتها خلابة خضراء، كل ما فيها ماء، جبال، شيء عجيب. ومعها أي شيء؟ رب غفور. ولكن رب غفور لمن؟ لأولئك الذين يشكرون له. سبحان جل جلاله، في آية واحدة مجتمع يعيش رفاهية حقيقية، ولكن هذا المجتمع، ذات المجتمع أو قريب من مواصفات المجتمع الذي عاش فيه داود وسليمان عليه السلام، ما الفارق؟ داود عليه السلام وسليمان عليه السلام حول المال والنعم إلى سعي في الخيرات فسبقوا بها. أعظم صفات المقربين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ركض سابق هو سباق، هو سباق. نحن في حياتنا نعيش في سباق، سباق مع الزمن، سباق مع الحياة، مع العمر، الأجل. يعني لا أدري متى يأتيني الأجل، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. أنا لا أستطيع أن أسبق أجلي، أجلي لن أسبق. إذا كتب لي أن أعيش 50 سنة، 40، 30، أنا لا أستطيع أن أسبق، ولكن كيف أستطيع أن أسارع فيه؟ أسارع فيه في الخيرات فأسبق. كيف أسبق وأنا أسارع في الخيرات والأجل محدود؟ بالعمل الصالح الذي يقربني إلى الله، فأعمل أعمال لسنوات ممتدة. وهذا حقيقة، الإنسان قد يعمل في يوم واحد أعمال تفوق 40 سنة من عمره طافت. إذن السبق هنا بالعمل الصالح، بالعمل الدؤوب، بالصدق مع الله عز وجل. ولكن متى؟ إذا أقبل الإنسان على ربه فتقرب، وربي عز وجل كل من تقرب إليه قرب لا يرد عدا على غناه سبحانه. ذلك بعض الأشخاص يقول إحنا أين نحن من المقربين؟ لا تقل هذا، لا تقل هذا، من سار على الدرب وصل. أصدقني يا الله عز وجل، إذا أنت أردت أن تكون حقيقة من المقربين، ربي عز وجل لن يخذلك، لن يخزيك، لن يبعدك، ولكن سيقربك بقدر ما أنت صادق معه في النية. أصدق في القلب، في النية، في العمل، في القول، تقرب إليه. ما بينك وبين قربه تلك المسافات التي تتوهم أنت. هؤلاء القوم ما جعلوا من تلك النعم والرفاهية والرخاء في المجتمع والاستقرار، كانوا في حالة استقرار، أمن حقيقي، غذائي، اقتصادي، عسكري، كانت قوة مهولة، دولة سبع، مملكة سبع. ولكن ماذا حدث؟ فأعرضوا. يا الله، ما الذي كان مطلوب منهم؟ كان مطلوب منهم أن يقبلوا، ولكنهم ما أقبلوا. تدبروا الفارق في الآية. القرآن يعلمني حين توهب النعمة ماذا المطلوب؟ ما هو المطلوب منك؟ أن تقبل، لا أن تعرض. وهذه نقطة حساسة جدا. كثير من الناس يقبل على الله في الشدة ولا يقبل عليه في الرخاء. كثير من الناس يلحون على الله بالدعاء في المرض ولا يلحون عليه في الصحة. كثير من الناس يلحون على الله ويقبلون عليه، يطرقون الباب حين يصابون بمصاب على المستوى الشخصي أو العام. تراهم ركعا سجدا يسألون الله الليل والنهار، الدموع تبطل من أعيني، ورب يقبل التوبة ويفتح الأبواب ولا يغلق الأبواب في وجه عبد من عباده. ولكن هذا الحال أن تقبل عليه في الشدة ولا تعرفه في الرخاء، أن تلح بالدعاء في المرض ولا تعرفه في الصحة،
أن يعتاد قلبك وعقلك ويديك أن ترفع فقط حين تحتاج، وأنت في كل أنفاسك محتاج إليه. ماذا أنت تستغني عنه؟ أنفاسك لا تستغني عنه، فكيف هي لك أنك تستغني عن سبحانه؟ هذا الحال ليس حال المقربين. ما هو حال المقربين؟ يقبلون عليه في الإرخاء كما يقبلون عليه في الشدة. يا ترى لماذا يقبلون عليه في الرخاء كما يقبلون عليه في الشدة؟ من عرف الله سبحانه وتعالى أحبه، ومن أحبه لازم قربه، ومن ابتغى به بديل سبحانه. وما كان ربك نسيا، عرف الله فتعلقت قلوبهم وجوارحهم به سبحانه بمعرفة بالوقوف على بابه، أدركوا طرفا من عطاياه بإيمان بالعلم، أوتوا العلم. فسبحانه وتعالى جعل هذه القلوب معلقة به سبحانه لا سواه. إذن هي إما أقبلوا وإما أعرضوا. هؤلاء مملكة سبأ أعرضوا، فماذا كانت النتيجة؟ هناك أنواع من البشر لا يعرفون معنى البعد عن الله سبحانه وتعالى بأن يحرمهم من لذة طاعة. في بعض البشر حين تقسو قلوب، حين تتمركز الماديات في الحياة وفي القلوب، هاي إشكالية العمق الكبير المادي في حياة البشر. ليس الإشكالية أبداً أنك أنت تتزود من الطيب من الحلال في الدنيا أبداً، الإشكالية كيف تستطيع أن تعبر السفينة في عمق البحر وتتأكد دوماً أن الماء لا يدخل في السفينة، لا تحدث فيها ثقوب، الأمواج المتلاطمة لا تحدث في السفينة ثقوب. ما معنى هذا الكلام؟ أنت تسير في الدنيا تتزود من خيراتها ونعيمها وملذاتها، لا بأس. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ إذن أين الإشكالية؟ الإشكالية أن أتزود من تلك الطيبات ولا يبدأ قلبي بالتعلق بها ويلهيني عن ذكر الله عز وجل. لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، هذه الإشكالية خطيرة. ليس الإشكالية أن تمتلك، الإشكالية أن تمتلك دون أن يمتلكك الشيء، خطيرة جدا، خطيرة جدا وحساسة. سبأ المجتمع صاحب الرفاهية ما عادت تلك الأشياء والنعم التي أنعم الله بها عليهم، ما عادت في أيديهم أصبحت في قلوبهم، ما عادوا يسكنونها أصبحت تسكنهم. خطر جدا أن تعيش في بيت لا تسكنه يسكنك، يسكن في قلبك، في حركاتك طوال الليل والنهار أنت منشغل به والنظر إليه. إشكالية خطيرة جدا. قوم سبأ ما سكنوا في مملكتهم، لماذا؟ لأن المملكة بأسرها وأكملها سكنت قلوبهم دون الله عز وجل، فماذا كانت النتيجة؟ قال فأعرضوا. تدبروا في النص القرآني العظيم، الكلمة بالكلمة، القرآن أعطيني واقعة بالكلمة. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم، مباشرة فأعرضوا فأرسلنا عليهم. لماذا لم يكن هناك شيء آخر؟ القلب حين يقسو لا تؤثر فيه الأشياء، لا تؤثر فيه الحرمان من الطاعة. ربي عز وجل يعطي الإنسان منبهات، يحذر البشر، ولكن متى يفهم البشر؟ حين تكون القلوب رقيقة، وليس حين تكون القلوب جافية قاسية كالصخر. إذا أصبحت والعياذ بالله في مرحلة الصخر لا يحركها ولا يهزها إلا الكوارث والعوارض. فأرسل عليهم سبحانه سيل العرم، السد الذي بنوه أو ما كان لديهم من أشياء مختلفة فتح هدم. أين القوة المادية؟ أين الحسابات المختلفة؟ أين الأشياء التي لا تقهر؟ أين السدود التي لا تهد؟ هدت أمام أي شيء؟ قوة الله عز وجل. لا
قفر امام قدرته شيء، غفلوا عنها ولم يعملوا لها حساب. ماذا كانت النتيجه؟ تدبروا في الكلمه، قال: وبدلناهم بجنتين. جنتين، تبدلت الاحوال. والايه العظيمه في السوره تبين لي ان من اعظم ما ينبغي ان يفقهه المقرب الى الله عز وجل ان الدنيا لا تدوم على حال. بدلناهم، رب عز وجل يبدل. اذا ما المطلوب مني؟ قبل ان تتبدل النعم صنها بالشكر والعباده والطاعه لله عز وجل، قبل ان يتبدل الرخاء الى شده، قبل ان تتغير الصحه الى مرض، قبل ان تتحول القوه الى ضعف، قبل ان يتغير الغنى الى فقر، قبل ان يتغير الشباب الى شيبه، قبل ان يتغير الوقت والزمن الى ما لا تستطيع ان تقوم به، افعل كل ما تستطيع. وهذا الفارق العظيم بين المقربين والمبعدين. مقربون، من الذي يضادهم؟ مبعدهم والعياذ بالله. فالمقربون هم باي شيء قربوا؟ بالسبق. اي شيء؟ اي سبق؟ يسارعون، كل ما في اعطاهم مكنهم الله عز وجل سارعوا فيه بالخيرات. اليوم 24 ساعة، إذا يستطيعون أن يعملوا 24 ساعة في النهار سيفعلون. ولماذا هذه السرعة واللهفة في العمل؟ فارق شاسع بين المقرب وبين المبعد. المبعد والعياذ بالله يجري لهثا وراء الدنيا، والمقرب يجري وراء الآخر. فارق شاسع، اختلفت الغايات والمقاصد، فتحولت المسافات وتبددت كل الفروقات. يذكر لي بعض الأشخاص، وهي أعتقد أنها حقيقة مثبتة، من أكثر الشعوب فاعلية وعملا وإنتاجية الشعب الياباني، ليل نهار يعني. العمل من أعظم العبادات لا شك، العمل الصالح المقرون بالإيمان والنية، وكل يغني على ليلاه كما يقال. أناس يعملون لكل مجتهد نصيب، ولكن أنت لماذا تعمل؟ تعمر دنياك أم تعمر آخرتك؟ إذا أردت أن تعمر آخرتك عمرت لك دنياك وآخرتك، وإذا أردت الدنيا فقط لن تأخذ إلا من ما أتاك الله من الدنيا. إذا صحح الهدف. وبدلناهم بجنتين، الجنتين التي بدلهم الله سبحانه وتعالى مختلفة تماما عن الرخاء الذي كان يعيشه سبأ. شيء بسيط، الرخاء أين ذهب الرخاء؟ النعم لا تدوم، النعم لا تدوم. مثلها مثل أي شيء في حياتنا، لا يدوم. ما المطلوب؟ صنع حسن راعيها حق رعايتها. نحن اليوم نعيش في سلام، في امان، في رخاء. اما جربت يوما ان تعيش في خوف؟ ذكرهم بايام الله، القران استعمل هذا الوصف، ذكرهم بايام الله. اما مر عليك في حياتك يوم خوف؟ ما مر عليك يوم قلق؟ تنتظر النتيجة لتحليل أو لفحص وأنت لا تدري، اختلطت عليك الأمور لا تدري، أصبح كل شيء لا يساوي شيء، أليس كذلك؟ هو كذلك، هذه طبيعة الدنيا. ما المطلوب؟ ما أنت فيه صنه بالطاعة، واسبق، اسبق، سارع في الخيرات، سارع بكل ما أوتيت من قوة، سابق. وذلك القرآن وصفهم في آيات يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سارع بالخيرات، وكيف تسبق في السباق وتكون من السابقين؟ المسافة تقطع بالصدق مع الله عز وجل، الألف ميل بسرعة البرق، كيف؟ بالصدق مع الله عز وجل.
قوم سبأ المبعثين القرآن قال عنهم ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ جزيناهم بما كفروا، كفروا بإيش؟ بالنعم. ولذلك من أعظم ما ينبغي أن نلتفت إليه في عصرنا الحاضر النعم، ونراعيها حق رعايتها. كثير من مجتمعاتنا اليوم، كثير من الناس اليوم، شباب صغار حتى الكبار، ما عادوا يلتفتون إلى النعم. إذا سألته كيف حالك قال لا جديد. كارثة أن تقول لا جديد وأنت في كل نفس تتجدد عليك النعم. كارثة أن تألف النعمة فما تعود تلك النعمة تعني لك شيئا. كارثة أن تصبح النعم شيء اعتدت عليه فلا تجد له طعما. كارثة أنك أنت تمتد يدك إلى ماء بارد فلا تقل بسم الله والحمد لله من أعماق القلب، ولا تستشعر كم من البشر، أقول آلاف أقول ملايين، لا ينعمون بشربة ماء كما تنعم بها أنت. غاب عن بالك، غاب عن بالك أي شيء، رزق الله سبحانه وتعالى. المسألة هنا ليست، ولذلك العبد قد يشرب شربة ماء تقطع به المسافة نحو الطريق، طريق القرب لله سبحانه وتعالى. جماعة مملكة سبأ ألفوا النعم واعتقدوا أن النعم لا تزول، وهذا وهم، وهم. ومن أكثر الأوهام التي تسيطر على مجتمعاتنا اليوم، مجتمعاتنا المعاصرة اليوم، مجتمعاتنا اليوم تعتقد أنها ما بنت لن يهدم، وما تفوقت فيه لن يهزم، وما أعدت له العدة لا يمكن أن يجابه. خطأ شنيع. ربي عز وجل يسر وقرب بينه وبين القرى، بين اليمن والشام، وجعل حتى الزاد كما يقال لا يحتاجون إلى زاد ومتاع في الطريق، كل القرى عامرة بالخيرات. لذلك ربي عز وجل قال وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. نعمة جديدة الأمن، أن تسير وتقطع المسافات طيارة أو سيارة أو بحرا أو سفينة، آمن على نفسك، آمن على عرضك، آمن على كل شيء. نعمة من نعم الله العظيم، نعمة كبيرة جدا، نعمة كبيرة. المجتمعات المعاصرة بدأت لا تلقي لها بالا. نعمة عظيمة أن تكون محاطا بجيران أمنت معهم على حياتك وعرضك. الجيران، الدول المجاورة، المجتمعات المجاورة، هكذا كان سبأ. مملكة سبأ كانت محاطة بدول فيها أمان، فيها استقرار، لا خوف، لا قطع طريق، لا سلب، لا نهب. ماذا كانت النتيجة؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. قد يقول قائل لا يمكن إحنا اليوم نقول هذا الكلام. هاي نقطة خطيرة، أن لا تجد نفسك في القرآن العام. من نطلب منك حين تتدبر القرآن أن تعرض نفسك على هذا الكتاب العظيم لتبحث فيه عن حياتك. كم من المجتمعات والأفراد اليوم يقولون، ممكن ما يكون نص العبارة، ربنا باعد بين أسفارنا. هؤلاء القوم في مملكة سبأ ملوا النعمة، شعروا بالملل بالسأم، سئموا النعم. تدبروا معي، سئموا النعم. ولنا أن نتساءل، كم من الأطفال والصغار والشبان والنساء والكبار اليوم حتى على مائدة الإفطار، المائدة ما شاء الله عامرة بأصناف الطعام، ثم يأتي طفل هكذا وربما هكذا وربما كبير ويقول لك كل يوم كل يوم هكذا سئمت. أليس كذلك؟ خطيرة جدا.
مؤشر من المؤشرات الخطيرة. ولا تقل لي هذا شيء صغير، تلك الصغائر تنبئك عن الكبائر، تنبئك عن العورات في النفس وفي من حولك في التربية. هذا مؤشر خطير جدا، هذا من الأمراض المهلكة في المجتمعات، باعد بين أسفارنا. يا ريتها كانت بعيدة شوية حتى نستطيع أن نتحرك بحرية أكثر. ماذا كانت النتيجة؟ تدبروا في الكلمة، قال فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لماذا الصبر والشكر؟ هناك صبر على النعمة. بعض الأشخاص يعتقد أن الصبر فقط على المصائب، لا، من أعظم أنواع الصبر أن تصبر على النعم. كيف؟ تدبروا في الكلمة في الآية، صبار شكور، إذا صبرت على النعمة فشكرتها، أعظم أنواع الصبر. كيف يعني تصبر على النعمة؟ تصبر على النعمة فلا تضغيك، تصبر على النعمة فترعاها حق رعايتها، تصبر على النعمة فتجعل منك عبدا شكورا. كلمات عظيمة جدا. ماذا تحتاج؟ صدق مع النفس. ولذلك أطفالنا الصغار حين يقولون ببراءة الأطفال، سئمت من هذا الأكل أو من هذا الطعام، علمه كيف لا يسأم، علمه كيف يعيش ممتنا لخالقه عز وجل، علمه كيف يشعر بالآخرين، علم، لا تتركه هكذا، لا تلبي له كل ما يطلب وكل ما يشتهي، علم كيف تقول الحياة، علم كيف يستشعر بقيمة الأشياء. ليست الإشكالية الخطيرة أن لا يمتلك طفلك شيئا مما يشتهي، الإشكالية الخطيرة والأخطر أن يمتلك ما يشتهي ولا يشعر به. هذه مؤشر خطير جدا. لا يمكن أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونحن مجتمعات سائمة النعم التي هي فيها، لا يمكن. القرب إلى الله عز وجل درجة رفيعة عظيمة من درجات القرب. صحيح تتقرب إلى الله أكيد بأحب شيء إليه ما افترضه عليك، ولكن من قال أن ما افترضه فقط أعمال العبادات على عظمتها دون أعمال القلوب؟ من أعظم أعمال القلوب الحمد والشكر الذي يفيض على وجدانك ومشاعرك وجوارحك، شكرا حقيقيا، شكرا يستطيع الإنسان أن يعيش فيه بأمن وسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطانا نموذج وتدبر الربط في القرآن مع آيات أخرى. ليس فقط أن تعيش في النعم، هذا هو القرب، صح هذا جانب من الأجل. بعض الأشخاص حين يتكلم عن المقربين في القرآن يتكلم عن سورة الواقع، وقد تحدثنا وتدبرنا فيها منذ وقت منذ زمن، وسنأتي ربما عليه إن شاء الله. ولكن هل عظمة القرب من الله سبحانه وتعالى فقط في الجزاء الموجود في الجنة في جنات النعيم؟ تدبروا معي، القرآن يرد على ربي عز وجل حين ذكر المقربين في سورة الواقعة، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم بعدها قال في جنات النعيم، وبدأ بوصف النعيم، سرى الموضون والولدان يطوفون عليهم و أشرت أشياء، ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ولكن أول شيء قال السابقون السابق، قال أولئك المقرب، القرب من الله أعظم ما ممكن أن تناله، شرف ليس بعده شرف، درجة ليس بعدها درجة، أعظم الدرجات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا بفضله وكرم، وإلا أعمالنا لا تبلغنا، ولكن الكرم من الله سبحانه وتعالى هو الوهاب
فإذا أردت أن تطلب شيئا قل يا رب أبلي إنك أنت الوهاب. وتدبروا معي في الدعاء، من أعظم مفاتيح التقرب إلى الله الدعاء بصدق. ادعوا الله، ادعوا باسمه الوهاب وألح في الدعاء. تدبروا في دعوات الأنبياء. هب لي وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد. هب لي درجة المقربين. إن الله سبحانه وتعالى وهاب، يعطي، يمنح، منح. وسبحانه يعطي من يشاء. ما المطلوب؟ ألح في الدعاء. فدرجة القرب ما بعدها الدرجة. ولذلك تجدون في الدنيا التي نحن فيها الناس حين يتقربون إلى عزيز قوم أو كبير أو أمير أو وزير أو مشابه من كبار الدنيا وكبرائها يتفاخرون بالقرب لا يتفاخرون بالأجر. هم الملوك وكبراء الدنيا ممكن يعطون أشياء كثيرة، منح، عطايا، هكذا احتاج الناس. ولكن الناس لا يتفاخرون بعطاياهم المادية قدر ما يتفاخرون بقربهم، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. القرآن كتاب يفتح بصيرتي وقلبي وسمعي على كل شيء. المهم أن أفتح قلبي لأبو القرآن العظيم. تدبروا معي في سورة الأعراف. سورة الأعراف عرضت نموذج أولئك الذين يريدون أن يتقربوا إلى فرعون. فرعون، من هو فرعون؟ ولا أحد من كبراء هذه الأزمنة يداني فرعون في ملكه. قوة عظمى. فرعون أراد من السحرة أن يصنعوا له سحرا، والسحر كلفهم بمهمة. ومجرد أن يكلف كبير كفرعون ولا كبير إلا الله عز وجل أحدا من الناس، هذا تشريف. فكلفهم وقال لهم أنا أريد منكم أن تصنعوا سحرا تردوا به كما يتوهم أو يضحك على نفسه وقومه، سحر موسى عليه السلام. وجاء السحرة فرعون، ولكن سحرة فرعون كانوا لا يزالون يريدون أن يتقربوا أكثر فأكثر إلى فرعون. والموقف موقف تكليف، وفرعون بحاجة إلى السحر، وسن تعطى. فرعون كان مستعد أن يعطيهم أي شيء يطلبونه، المهم أن يخلصوا من موسى ومن معه. فماذا قال السحرة؟ السحرة قال إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. تدبروا في قول فرعون. قال نعم وإنكم لمن المقربين. أيهما أعظم، الأجر أم أن تكون مقربا من فرعون؟ تدبروا في الكلمة. أن يكون مقربا من فرعون. إذا القرب أعلى شيء. لماذا؟ عز، شرف، سيادة، حظوة. ذلك بعض الأشخاص يقول، بعض الصالحين يصف القرب من الكبراء أو كبراء الدنيا وساداتها، تدخل عليه متى ما تشاء. لماذا؟ محض عنده، مقرب عنده. هذا في الدنيا، ولله المثل الأعلى. سحرة فرعون أرادوا قرب فرعون والأجر من فرعون، هكذا كانوا. ما يعرفون في الدنيا سوى فرعون، ولا يرون سوى قوة فرعون وجبروت فرعون. قوة لا تدان أبدا، وملك، ملك إشكالية خطيرة، السلطة.
لماذا؟ لأن هذه من النعم التي إن لم يحسن استعمالها تحولت إلى نقمة ليس فقط على الشخص كما حدث في فرعون، ولكن على قوم فرعون. ولذلك هو أوردهم الهلاك. إشكالية خطيرة. شاهد سحرة فرعون، أرادوا قرب فرعون فماذا حدث لهم؟ تستمر الآيات بعد أن ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فماذا حصل؟ قال القرآن فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. الحق حين يقع وتدبر في الكلمة، قال فوقع الحق، وقع على شيء الباطل، ولكن الباطل كان منتفشا منتشيا لا يهم. ما الذي حدث؟ الباطل حتى لما ينتشي هو وهم، هو فظاعة، هو بالونة مملوءة بالهواء الفارغ. ما الذي يبطله؟ الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. قال فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هنا الشاهد، أرادوا قرب فرعون فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. كل قرب من غير الله عز وجل لا يمكن ابدا ان يعطيك خيرا او يعود عليك بالخير، كن متاكدا من هذا. الحل اسقط كل القرابات المختلفه واجعل القلب لا يتوجه بكله الا للخالق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانك ان اردت قرب اي احد ماذا ستكون النتيجه؟ الا اذا كان قرب ذلك البشر، ذلك الانسان، قرب الانبياء، قرب الصالحين، تقرب منه. ولا يغنيك ان تتقرب دون عمل صالح، ولكن هذا وضع مختلف. ولكن اذا حرصت على قرب اي احد قربه لا يقربك ولا يغنيك من الله، ماذا ستكون النتيجه؟ فغلبوا هنالك وانقلبوا صالحين. وهكذا يعلمنا القرآن. ما الذي حدث بعد ذلك؟ سحرت فرعون، الأمر كله، كل العمر لم يسجدوا لله سجدا، ما عرفوا الله. ولكن في تلك اللحظة التي رأوا فيها هذه القدرة التي ما أحدها من قبل، إنسان، ولذلك دائما نقول من أفضل الأعمال التي تقربك إلى الله لحظات الصدق. لماذا؟ تسقط كل الأقنعة. السحرة، سحرة فرعون، سقطت أمام أعينهم حين وقع الحق كل الأقنعة الزائفة. القناع الذي كان يضعه فرعون سقط. فرأى فرعون بحجمه الطبيعي ليس بحجمه الموهوب. هناك حجم حقيقي للإنسان وللأشياء، وهناك حجم وهمي. ألا ترون أحيانا حين يقود الواحد السيارة مكتوب على المرآة الأشياء التي تظهر في المرآة ليست بحجمها الحقيقي؟ صحيح، الأشياء التي تظهر في مرآة الحياة حين لا يعلو عليها صوت وبصيرة الحق لا تظهر بحجمها الحقيقي. ففرعون أمام السحر كان شيئا كبيرا مهولا، ولكن حين رأوه ساقطا وسقطت الأقنعة رأوه صغيرا تافها لا يملك لنفسه شيئا ولا لغيره. فماذا حدث؟ تدبر في الآية، قال وألقي السحرة ساجدين. أرادوا قرب فرعون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. أرادوا قرب الله فماذا حدث؟ ألقوا بين يديه ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. كيف عرفوا الله؟ لحظة الصدق، سجدة واحدة، سجدة واحدة فقط.
شوف كم نسجد لله سبحانه وتعالى. اسجد سجد صدق. ما نبحث عنه الآن في حياتنا ونحن نتكلم عن المقربين الصدق، اصدق، اصدق مع الله في دعوة، في سجدة، في دمعة، في عمل، في محاسبة للنفس، في أي شيء لحظة واحدة فقط. هذه نقطة التحول الكبرى التي حدثت في حياة السحرة. انتقلوا من محبة القرب إلى فرعون إلى محبة القرب لمن؟ لرب العالمين. تدبروا فكرة، قالوا آمنا برب العالمين. كيف يحدث الإيمان في لحظة الصدق؟ هذا ما نعني. كل شيء جميل ممكن أن يحدث لك في لحظة الصدق. شافون هاي الساعات لا تحتاج إلا أن تفرش سجادة وتركع وتسجد فقط أنت جالس على الكرسي. صدق مناجاة لله سبحانه، يا رب ما عبدتك حق عبادتك ولا شكرتك حق شكرنا، اغفر لي يا ربي، ما عندي شيء يبلغني إليك. يا ربي لك الحمد يا من أظهرت الجميل وسترت القبيح. يا ربي لك الحمد يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا. لحظة صدق. يا ذا النعم التي لا تحصى عددا. يا ربي علمني كيف أشكرك. يا ربي عجزت عن شكرك. كلمات ولكنها ليست ككل الكلمات. كلمات معجونة بماء الصدق واليقين، صدق التوجه إلى الله سبحانه. المسافات في طريق المقامر. أرأيت المال الذي نتصدق؟ ما يكبره ليس الكم ولا العدد، الصدق. أرأيت قبل أن تتصدق ولو بصحن من الطعام زائد عن حاجتك قبل أن تدفع به إلى أحد؟ لحظة صدق. يا رب المال مالك والعبد عبدك، وأنت الله الغني وأنا الفقير إليك، اقبل مني. يا ربي ما كان عندي، أغنيتني وأعطيتني وأعطيت، حتى لو بكلمات تخرج من قلبي. الله سبحانه وتعالى يريد الصدق، يريد الصدق. وكل ما نحن فيه من أعمال لا يقربنا إلى الصدق في اللي فيها، في النية والقول والعمل. آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. طبعا فرعون جد مجنون. لماذا؟ لأن فرعون كل هذه الأشياء لا يراها، وتوعد وقام يرغي ويزبد. لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. تدبروا في الكلمة. قال خلاص انتهى الموضوع، إنا إلى ربنا منقلبون. خلاص، ما الذي تغير في الموضوع؟ صدق. أدركوا كل هذه الحقائق بلحظة الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وما تنقم منا وما قالوا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. تتمة الصدق، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. دعوة، أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بعمق وبساطة تلك الكلمات التي خرجت من قلوب هؤلاء السحرة في لحظة الصدق، بعمق ببساطتها كانت عميقة صادقة. هذا الذي يقطع المسافات، هذا الذي يجعل الإنسان يسابق في الخلاء، هذا الذي يدفع بك في السباق. طريق طويل، طريق طويل، طريق السباق. كيف يقطع؟ كيف يقطع؟
وأنا ما أملك إلا القليل القليل من الزاد والعمل الصالح. أقطع الصدق مع الله عز وجل، صدق في الدعاء، صدق في التوجه لله سبحانه وتعالى، صدق في مراعاة النعم، صدق في مراعاة كل ما نحن فيه. حين تخرج الأشياء لا تخرجها بيدك، خرجها من قلبك ودعها تخرج من قلبك. أخرج الدنيا من قلبك الحقيقة، لأنها لا ينبغي أن تسكن قلبك. الدنيا إذا سكنت القلوب خربتها، وإذا بقيت في الأيدي عمرت القلوب والأيدي. إذا سكن القلوب حب الله عز وجل والإيمان به تتضح الحقائق، كما اتضح يا أولى السحر. كلمات صادقة. من الإشكاليات الخطيرة أن تذهب نفسك حسرات لتتقرب من فلان أو فلان في الدنيا. إياك، من أخطر الأشياء أن يصبح مطلوبا لك أن تتقرب من فلان مهما بلغ. ما الذي ينبغي أن يكون؟ القرب لا ينبغي أن يكون، ولا يكون التحصيل القرب إلا للواحد الأحد الدنيا. بيدي يكون شيء تقترب من الناس لأجل إيش؟ أعطوك أو منعوك، نصروك أو خذلوك، أقبلوا عليك أو عوضوا عنك. ماذا يملكون؟ ماذا يملكون لأنفسهم حتى يملكوك؟ لا يملكون لأنفسهم، والله لا يملكون. فكيف يملكوك؟ أنت تطلب ملكا ممن لا يملك، وعزا ممن لا ليس بعزيز، وغنى ممن هو فقير وقد يكون أفقر منك. هذه الحقيقة التي لم تراها. متى تراها؟ بالصدق مع الله عز وجل والإقبال على هذا القرآن العظيم. قرآن كتاب يعلمك الحقائق، يعلمك كيف تعيش، يعلمك كيف تكون من المقرب، يعلمك ممن ينبغي أن تقترب. إذن المطلوب أن تحرص كل الحرص على التقرب من الواحد الديان. هذا غالي، قصد، اجعله قصد بالنسبة لك. نحن الآن في هذا الشهر العظيم المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أعظم عباده نصيبا في كل خير يحصل، ورحمة ينزلها، ومغفرة ينشرها. ولكن السؤال، الشهر بدأ ينتصف، ما طبيعة الدعوات التي رفعتها إليه؟ ارفع إليه دعوة بصدق، يا رب أريد أن أكون من المقربين، يا رب قربني إليك في صحة ونعمة وعافية، يا رب اجعلني عندك من المقربين. لكن قبل أن فقط أني أدعو أحتاج لمرحلة الصدق اللي قلنا عنها. الصدق، ابحث عن الصدق، اسأل الله الصدق في عبادتك وأنت تركب وأنت تسجد. يا رب صدق، يا رب صدق في النية. زادنا قليل، ما الذي ينفع فيه؟ ما الذي يغير؟ ما الذي يكثره؟ ما الذي يبارك فيه؟ ما الذي يرفع؟ صدق، كلمة واحدة وهي عند الله العظيم، وبها يرفع الإنسان إلى مرتبة المقربين الصديقين. صديقين، من هم الصديقين؟ صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، وصدقوا الصدق بالقول والعمل به. اصدق مع الله، اصدق مع نفسك أولا. مفتاح الصدق مع الله سبحانه وتعالى أن تصدق مع النفس. انظر إلى ضعفها، انظر إلى عجزها، تفريطها في جنب الله سبحانه وتعالى، ولا تنظر إلى
فعلت من خير ومن طاعة ومن أمر ومن من 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 هذه فضل الله عليك. وسلم الفضل أن يقبلها منك. ولو ما أذن ما ترفع إليه طاعة. هذه العبادات العظيمة التي قد لا يلتفت الناس إليها كثيرا هي من أعظم أعمال المقربين التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى. ذلك القرآن سنأتي عليه غدا بإذن الله في سورة 7. ليست الأموال والأولاد هي التي تقربنا إلى الله. أنت حين تدعو الله عز وجل تعطيه اسمك، تخرج البطاقة والهوية، لست بحاجة إلى كل هذا، ولا يرفعك نسبك ولا حسبك ولا جاهك ولا عزك ولا مالك عنده أبدا. سبحان ما الذي يرفعك؟ صدقك مع الله في النية والعمل. ولذلك كم من أقوام في الدنيا لا يؤمن لهم ولا يعمل لهم حساب. أعز على الله سبحانه. أنا وأنت قد لا نعمل لهم حساب ولا نقف لهم. ليس له في الدنيا ما يفعل أو ما يعطيهم الناس من حسابات مادية موهومة، ولكنهم عند الله عز وجل أعز. هكذا كان الصحابة الكرام، أما كان فيهم العبد والفقير والأمن والمسكين والضرير، كانوا أعز في مقاييس قريش وغير قريش لا يقبل، ولكن عند الله سبحانه وتعالى أعز القرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا عدل المسار، صحح البوصلة، ضبط المسار بشكل أفضل، حاول أن ترى الأشياء كما هي حقيقة، واعلم أن أعظم من يمكن أن يطلب الإنسان قربه هو الله سبحانه دون سواه. فاطلب القرب إن لم يأذن لك ويوفقك لذلك لا يمكن أن تكون من المقربين. ولذلك ما نملك إلا أن نلح على الله سبحانه وتعالى، يا رب اكرمني، يا رب اجعلني عندك من، يا رب اكتبني من المقربين، يا رب اكرمني، يا رب اعطيني. وأنا أشعر بالذلة في نفسي في داخلي والانكسار والخضوع، ماذا عندي حتى أطلب من المقربين؟ ماذا فعلت حتى أطلب أن أكون من المقربين؟ قد يكون شعورك بالانكسار وعدم القدرة وأنك ما قدمت شيئا بين يديك تستحق عليه أن تكون مقربا. مفتاح التقرب لله سبحانه وتعالى، والأكثر منها ربما ذنب أو معصية في يوم من الأيام فعلت وندمت أشد الندم، وكلما تذكره تبكي. مفتاح الوصول للتقرب لله سبحانه. يا ربي ما عصيتك وأنا جاحد لحقك، ولا ناكر لعظيم قدرك. سبحانك غلبتني نفسي الأمارة بالسوء ففعلت ما فعلت، وأنت سبحانك تغفر وتصفح. يا عظيم الصفح، يا حسن التجاوز، فاعف عني، اقبلني فيما قبلت، اقبلني فيما قبلت. إذن ونحن في ختام هذا اللقاء، أحيانا كثيرا حتى في الدعاء في حياتنا نبحث عن كتيب من الدعاء هنا ومن هنا ومن هنا. ليست المسألة فقط الكلمة، صحيح الإنسان المفروض أن يتتبع المأثور من الأدعية في كتاب الله وخاصة أدعية الأنبياء وفي السنة الصحيحة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ولكن إياك وأنت تبقى
وتجري تبحث عن كتاب للدعاء يعجبك، تنسى أن تبحث عن قلبك فتصحبه معك في الدعاء. اصحب قلبك في الدعاء، شوف وين رايح، تايه وين. في ناس حقيقة القلب راح. اجمع، إذا ما عرفت له مكانا سر الله سبحانه وتعالى أن يعينك على أن يأتيك به. يا رب اجمع قلبي عليك، تدبروا في هذا الدعاء. يا رب اجمع قلبي عليك، يا رب اجعل همي لآخر. القلب قد يشتت، وأعظم ما يشتته طلب التقرب من فلان أو فلان. فإياك أن تقع في الفخ، لا يغنو عنك من الله شيئا، لا يغنو عنك. لا تنظر إلى تلك الأقنعة الظاهرة، انظر إلى حقيقة الأشياء كما تأتي في كتاب الله عز وجل. انظر إليها واطلب من لا ينفعك إلا قربه في الدنيا وفي الآخرة. اطلب قرب من لا ينفعك إلا قربه. سبحان جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم